هنبدأ النهاردة نتكلم عن المودرن اتوميك ثيوري، وهنبدأ الكلام عن المودرن اتوميك ثيوري بالسكسسز والفيلز او الليميتيشن بتاعت بور. اتكلمنا عن اول سكسس عند بور، قلنا اكسبلين ذا لاين سبيكتروم اوف هيدروجين اتوم، فسر الاميشن او السبيكتروم لاين بتاعت الهيدروجين، واللي اتكلمنا وقلنا انها عندها بينكش لايت، والبينكش لايت دي استنتج منها ان في absorption و emission، وقلنا ground state وال excited state. ال ground state ال original level او ال lowest level the electron can exist in، وال excited state اي state او اي level فوق ال ground state. وعرفنا وهو طالع لفوق العملية اسمها absorption، وبتيجي نتيجة gaining a quantum of energy، وهو نازل اسمها emission. ودي الطريقة اللي فسر بيها بور السبيكتروم لاين بتاعت الهيدروجين اتوم. وش معنى اختار الهيدروجين؟ لانها اتوم بسيطه ما فيهاش تعقيدات، هو الكترون واحد وبروتون واحد، فيقدر يقيس ويلاحظ كل الحاجات اللي ممكن تطرا من تغييرات على الاتوم دي. للاسف ده كان سبب على ليميتيشنز او فيلز هو هيتعرض لها قدام شويه، لكن ادت لتفسير حاجتين مهمين قوي، السبيكتروم لاين اوف هيدروجين و حاجة تاني. كمل يوسف. الكوانتايزيشن او الكوانتايزد انرجي اوف الكترون هو اللي عرفنا ان كل الكترون عنده طاقة معينة، باستخدام الطاقة دي باستخدام الانرجي اللي عند الالكترون هيكون واقف جوه سبيسيفيك انرجي ليفل، ما يقدرش لا يطلع فوق ولا ينزل تحت الا لو عمل absorption او emission، وبالتالي الطاقه بتاعت الالكترون هي اللي هتحدد الالكترون هيقف فين. وده يرجعنا للرسمه اللي كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هي دي ان الالكترونز جوه الانرجي ليفلز بينهم ديستنس، الديستنس دي بتكون كبيره في الانرجي ليفل القليله القريبه من الاتوم، وبالتالي الحركه بينهم بتحتاج طاقه اعلى من الحركه ما بين الانرجي ليفلز العاليه الكبيره اللي فوق، رغم ان هي عاليه لكن قريبه من بعض، وبالتالي هتحتاج طاقه اقل علشان تتنقل بينهم وبين بعض. يبقى الديستنس او الجمب هنا هتكون اعلى، الجمب هنا هتكون اقل. طيب مين فاكر الليميتيشنز او الانادكويسز زي ما ممكن نشوفها في الامتحانات وفي الكتاب وفي المعاصر، اسمها ان adequacies او limitations او fails؟ يعني بطلنا نستخدم كلمة fails وبنقول عليها limitations او inadequacies. يلا كانوا اربعة، تعال نشوف كده مين الناس اللي فاكرة. ملك اقول كلهم ولا اقول فيه؟ لا قولي واحدة. ماشي، هو fail to explain the spectrum بتاعت الالمنتس التانية غير الهيدروجين. He failed to explain any other atom except الهيدروجين. ليه؟ ما كانش فاهم ومستوعب، خدوا بالكم من الحته اللي انا هقولها دي مهمه، ان الهيدروجين بيطلع الالكترون من الفيرست انرجي ليفل للمستوى السادس وينزل من السادس للتاني، فيدلنا فيزبل سبيكتروم اللي لونه بينك. لما جم يسالوه عن باقي الاتومز ما قدرش يقول لهم ان في الكترون في انرجي ليفل مختلف هيطلع لانرجي ليفل مختلف عن الالكترون اللي طلع له في الهيدروجين، وهينزل لواحد مختلف كمان فيدي ضوء مختلف، يدي فوتونز بديفرنت انرجي بديفرنت فريكوانسي، وبالتالي لازم يكون لونها مختلف. هو ما عرفش يفسر ده في وقتها لان كانت الامكانيات ضعيفة جدا على انه يبدأ يخش في تعقيدات وتفسيرات عميقة جدا زي دي. هو يدوبك لسه بيحكي لنا عن اول مرة نسمع كلمة absorption، اول مرة نسمع emission، اول مرة نسمع quantization of energy of electron and the specific levels around the nucleus، وبالتالي ما قدرش يوصل للتفاصيل دي ففailed to explain the emission line spectrum or line emission of any other atom except الهيدروجين اتوم.
مين يقدر يقول لي الفيل التانية او الليميتيشن التانية؟ عمر احمد قورة. طيب تمام، قال ان الالكترون نيجاتيف تايمز بارتيكل ونجلكتد اتس ويف بروبرتيز. الالكترون بارتكل بس، بور اعتبره كده. يعني ايه بارتكل بس علشان الناس تفهم معنى كلمة بارتكل بس؟ بارتكل بس دي معناها ان هو عنده انرجي والماس بتاعته نجلكتد، والكلام ده كان صح. comparing to the mass of proton the mass of electron can be neglected. لكن الراجل ده كمان نجلكت حاجة مهمة جدا موجودة عند الالكترون، وهي الويف بروبرتيز. الالكترون عنده ويف بروبرتيز، يعني عنده فريكوينسي وهو بيلف جوه الانرجي ليفل، وعنده ويف لينث بيلف بيها، وعنده ويف. الويف دي ممكن تكون كونستراكتيف ويف او ديستراكتيف ويف، يعني ممكن التو ويفز يتقابلوا في نفس الحالة مثلا زي كده، ويف كده وكده، وتتقابل معاها ويف بنفس الحالة، القمة مع القمة والقاع مع القاع. دي بنسميها كونستراكتيف ويف. بالمناسبة اللي انا بشرحه دلوقتي ده مش عندكم في المنهج، بس عشان لما اجي اشرح لك النهاردة في المودرن اتوميك ثيوري معنى كلمة ويف بروبرتيز تبقى فاهم انا بتكلم على ايه. ويف بروبرتيز ليها المعاني اللي احنا قلناها دلوقتي، انه عنده ويف لينث وفريكوينسي، ويقدر عن طريق الويف بروبرتيز دي يعمل كونستراكتيف ويف وديستراكتيف ويف. الكونستراكتيف ان التو ويفز يتقابلوا في نفس الستيت، الديستراكتيف ويف انهم يتقابلوا عكس بعض. يعني تلاقي ويف جايه قمه قاع قمه قاع، وبعدين الويف الثانيه جايه عكسها، مع القمه الاولى في قاع، ومع القاع او مع القاع الاول في قمه، عكس الويف الثانيه بالظبط. فالويف الاولى تكنسل الويف الثانيه، فنسميهم ديستراكتيف ويف او موجات مدمره لبعضها البعض. ودي احيانا بتستخدم، الديستراكتيف ويف دي بتستخدم في الحروب، تعمل خلخله في المباني، وتعمل خلخله في الثكنات العسكرية، وتعمل حاجات كتير قوي بتستخدم اطلاق تو ويفز عكس بعض تماما، فيروحوا على الهدف من غير ما تضرب عليه نار، الهدف يتدمر بالويفز. خلينا نرجع لموضوعنا بما ان ده مش عندنا في المنهج، لكن التوصيل ليه والكونكشن معاه مهم قوي. فهو نجلكت الويف بروبرتيز. مين يقدر يقول لي رقم ثلاثة؟ عمر احمد السيد. If we assume the possibility of determining the location and the speed of the electron at the same time. هو قال ان احنا نقدر نحدد ال speed او ال velocity وال location of electron at the same time with high precision او precisely، يعني بدقة. حاجتين في وقتنا اللي احنا فيه ده مستحيلين، فما بالك بالوقت اللي بور اصلا قال فيه النظرية بتاعته. وبالتالي الكلام ده ما كانش دقيق بنسبة 100%، ولو حصل مش هيبقوا مع بعض، ولا نقدر نحدد السبيد ولا اللوكيشن مع بعض. طيب رقم 4، همس. هو قال ان الالكترونز بتتحرك في سيركلر اورب. لا كمليها بقى، سيركلر بلانر فيكسد اوربت. اللي خرب عليه، اللي خرب عليه رقم 4 انه حدد مسار ثابت دائري حوالين النيوكليوس. والالكترون ما بيتحركش بالشكل ده، احنا هنعرف النهارده لما شرودنجر يعمل لنا الميكانيكال ايكويجن، هنعرف ان في اماكن معينه الالكترون بيتحرك فيها. الاماكن دي اسمها الكترون كلاود. الالكترون كلاود دي جواها اماكن تانية اسمها اوربيتلز.
الالكترون بيلف في الاوربيتالز دي معظم الوقت، وبالتالي مفيش مسار دائري ثابت حوالين النيوكليس الالكترون بيلف فيه. كده نقدر نبدأ النهارده المودرن اتوميك ثيوري. لما نبدأ نتكلم عن المودرن اتوميك ثيوري او موديفايد بورز موديل، هنتكلم على الثلاث اخطاء الاخرانيين عند بور. الاولى خلاص، he couldn't explain the spectrum line or line spectrum of any other atom except the hydrogen. later on اتفسرت كل اللاين سبيكتروم بتاعت كل الاتوم مع معرفة الانرجي ليفلز المختلفة ولوكيشن كل الكترون ومين الالكترون اللي بيتحرك وبيتحرك لفين وبيرجع لفين. تم تفسير كل اللاين سبيكتروم بتاعت باقي الالمنتس، لكن الثلاث اخطاء الاخرانيين احتاجوا تعديل بعينه. زي ايه؟ زي اول واحد، سوري، تاني واحد عن بور واول خطأ اللي احنا هنصححه النهاردة في المودرن اتوميك ثيري، انه قال ان الالكترون بارتكل اونلي اند نيجلكت ذا ويف بروبرتيز اوف ذا الكترون. ايه المشكله؟ المشكله ان الالكترون عنده ويف بروبرتيز وبارتكل بروبرتيز اللي هو اثبتها بور، وبالتالي نقدر نقول على الالكترون انه عنده دوال نيتشر، كان اكت لايك ا ويف اند كان اكت لايك ا بارتكل. الالكترون يقدر يتصرف كويف ويقدر يتصرف كبارتكل. مين اللي قال الكلام ده؟ لان مهم النهارده نريليت اسم العالم مع الحاجه اللي قالها. اسم العالم هنا دي برولي، الحاجه اللي قالها دوال نيتشر اوف الكترون. تفاصيلها ان الالكترون ا نيجاتيف تشارج بارتكل ذات هاز ا ويف بروبرتيز، وبالتالي يكون عنده دوال نيتشر. يبقى اسم العالم رقم واحد، دي اول حاجه لازم نعرفها. نربط بايه؟ باسم الكونسبت اللي قاله دوال نيتشر اوف الكترون اللي قاله دي برولي. التفاصيل بتاعته ان الالكترون از ا بارتكل وان عنده ويف بروبرتيز. هنمشي بنفس الطريقه دي في الاثنين كونسبت اللي جايين. تالت ايتم عند بور في الليميتيشنز، انه قال نقدر نحدد المكان والسرعه، وي كان ديترمين سبيد اند لوكيشن اوف الكترون at the same time. ايه المشكلة؟ المشكلة ان ده غير ممكن، ولو امكن مش هيكون precisely زي ما هو قال. مين اللي عمل له modification للconcept ده؟ هايزنبرج. هايزنبرج اسم العالم، الconcept اللي اقترحه اسمه uncertainty principle، معناها مبدأ عدم التأكد. احنا عمرنا ما هنكون متأكدين من مكان وسرعة الالكترون في نفس الوقت، وبالتالي كل التعديل اللي عمله انه الانسرتينتي برينسيبل ستيتمنت كانت نفي للجمله اللي قالها بور. ان ديترمينيشن اوف بوث فيلوسيتي اند بوزيشن اوف الكترون ات ذا سيم تايم براكتيكلي از امبوسيبل بروسيس اند ذس از سبجكتد تو ذا لوز اوف بروبابيليتي. ده هيدخل بقى في قوانين الاحتمالات، وهو ده بيحصل فعلا ولا ما بيحصلش، والالكترون موجود هنا ولا لا، طب سرعته قد ايه، لان سرعته كبيره جدا حوالين النيوكليس وهو بيلف في الانرجي ليفلز، وبالتالي احنا غير متاكدين تماما من معلومه واحده منهم علشان نكون متاكدين من الاثنين مع بعض وبدقه زي ما قال بور. الكونسبت الاخير اللي اتصحح عند بور، وهو ان الالكترون بيلف في فيكسد بلانر سيركولر اوربت. ليه؟ ايه المشكله؟ ومين اللي صحح ده؟ الالكترون ما بيلفش في مسارات دائريه ثابته زي ما اقترح بور، واللي صحح له ده واحد اسمه شرودنجر اسم العالم. الكونسبت اللي اقترحه او من خلال ايه؟ من خلال الويف ميكانيكال ثيوري. مهمه جدا تحفظوا الاسم ده، بيجي في الامتحان كتير والما بيبقوش عارفين الطلبه احنا بنتكلم على ايه هنا. هنتكلم على جزء شرودنجر في المودرن اتوميك ثيوري اسمه ايه؟ اسمه ويف ميكانيكال ثيوري او الويف ميكانيكال اكويجن. اكتب فوقيها كده او اكتب عندك نوت، الويف ميكانيكال اكويجن اوف شرودنجر. ايه الحاجات اللي وصل لها من خلال الاكويجن اللي هو حلها دي؟ وصل ان الالكترون بيلف في اماكن محدده،
determine the allowed energy level. وبعدين الانرجي ليفل حدد جواها اماكن 3 dimensional spaces around the nucleus where it is most probable to find the electron in the energy level. الاماكن اللي هو شاف ان متاح نلاقي الالكترون فيها سماها electron cloud. electron cloud. جوه الالكترون كلاود دي واللي هي 3 dimensional space around the nucleus جواها حاجة اسمها orbital. ده بالظبط كده زي ما انت تكون عايش في مكان شقة والشقة دي فيها غرفة والغرفة دي انت طول اليوم قاعد فيها باستمرار. فلو انا جيت سألت عليك في وقت من الاوقات فلان فين؟ هيقولوا لي في شقته. كده كأنه حدد الالكترون كلاود. طب هو فين بالظبط في شقته؟ هو غالبا قاعد في الغرفة بتاعته في اوضته. الغرفة هي الاوربيتال والشقة هي الالكترون كلاود. السب ليفل اللي احنا هنعرفه قدام شوية. السب ليفلز كأنها مكان يحتوي على اوربيتالز والاوربيتالز دي الاماكن اللي الالكترون موجود فيها باحتمالات كبيرة. ده اللي وصل له شرودنجر بعد ما حل الويف ايكويشن او الويف ميكانيكال ثيوري بتاعته. هنا احنا هنبدا نتكلم على ديفينيشن الالكترون كلاود وديفينيشن الاوربيتال اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه. بس عايزين نشوف الويف ميكانيكال ثيوري عملت ايه. changed our concept about the movement of electron. هي غيرت مفهومنا اللي حكاه لنا بور في النظرية بتاعته. Instead of speaking about the region between the fixed circular orbit as being completely forbidden, لما رسمنا الليفلز كده وقلت لكم according to Bohr الالكترون يا هيبقى موجود هنا يا هيبقى موجود هنا لكن في النص مستحيل بقى. لا، الاتوم بالكامل متاحة ان الالكترون يلف فيها، وده اللي بنعبر عنه بالرسمة اللي احنا بنعملها كده دي. بنقول ان الالكترون يقدر يلف في اي مسار، كل المسارات متاحه وكل الاماكن متاحه، ما بقاش فيه فيكسد ليفلز الالكترون بس يقدر يكون موجود جواها. طب الالكترون لو عايز يعلى في الليفل، يعني يطلع من ليفل 1 لليفل 2 يعمل ايه؟ بس يوسع الدايره اللي بيلف فيها، يوسع الكوره اللي بيلف فيها. تخيل كده في كوره في السنتر بتاعها نيوكليوس، وعلى سطح الكرة الأماكن المتاحة إنه يلف فيها الإلكترون. طب هو عايز يتنقل لإنرجي ليفل أكبر، كل اللي هيعمله إنه يلف على مساحة كرة أكبر. هو كده بقى في إنرجي ليفل أكبر، وكل الأماكن برضو بكل المسارات من كل الاتجاهات متاحة إنه يلف فيها. وبالتالي ما بقاش عندنا أماكن completely forbidden for the electron. بقى عندنا كل الاماكن متاحه، ومن هنا جت فكره الكلاود، كان في سحابه كامله كل الاماكن دي متاحه حوالين النيوكليس انه يلف فيها. هو هنا في الانرجي ليفل الاولاني عايز يلف على انرجي ليفل يروح على الاكبر، الدايره الاكبر منها. بقت كل دي اسمها الكترون كلاود، دي الاماكن المتاحه للالكترون حقيقي انه يقف فيها. فكان تعريف الالكترون كلاود على انه region of space around the nucleus where the electron is mostly probably exist in all directions and distances. region A. طب الاوربيتال، الاوربيتال هي اماكن within the electron cloud، جوه الالكترون كلاود. هو هنا محدد بقى في الرسمه دي بيقول لك region A و region B، انها الاماكن اللي جوه الالكترون كلاود اللي يقدر يلف فيها الالكترون هنسميها اوربيتال، والاماكن اللي بتحتوي الاوربيتالز اسمها الكترون كلاودز، زي الشقه والغرفه. الشقه دي كانها كلاود والغرفه within the flat او within the apartment، يبقى دي الاوربيتال. what does each of x and y represent in the opposite figure. x
كأنه بيوصف الإلكترون كأنه على مسافة ثابتة من النيوكليس. لكن واي بيقول ان في probability على رينج كبير. تفتكروا مين بيعبر عن بور ومين بيعبر عن المودرن اتوميك ثيوري، الجزء الخاص بشرودنجر؟ ها اروى اكس بيعبر عن بور، تمام. واي بيعبر عن شرودنجر. ليه اخترتي اكس يعبر عن بور؟ عشان هو قال ان هي definite level around the nucleus. شاطر. هو قال ان الالكترون بيلف في definite fixed circular orbit around the nucleus، فهو على اعتبار انه محدد مكانه بالتحديد وبيلف في مسارات دائرية ثابتة circular fixed planar energy level، فاكس يعبر عنها، انا عارف مكانه بالظبط. لكن واي بيعبر عن رينج من الاحتمالات على مسافة أكبر، وده هيدينا انطباع الإلكترون كلاود. فهنا X indicate a definite energy level around the nucleus where the electron can be found. يبقى X represent the orbit، والأوربت ده يعني نظرية بور. لكن Y indicate high probability of finding electron within a region. يبقى Y represent the orbital يعني شرودنجر والمودرن اتوميك ثيوري، ويف ايكويشن والمودرن اتوميك ثيوري.